دار أنطون تقدم. يوليوس، يوليوس يا حبيبي. ألا تعرفني يا يوليوس؟ أنا من سفكت دمي على الصليب من أجلك. ربي وإلهي وخلص وحبيبي يسوع المسيح. نعم، أنا هو، وجئت إليك لأحملك أمانة، واثقا أنك ستصونها. من اليوم كل من يستشهد على اسمي اكتب سيرته، كفنه، ادفن جسده واهتم به، ولا تتوانى في مساعدة من يحتاجك منهم، وثق أنني سأكون معك وسأحميك من أعين الولاة، ولن أتركك، لن أتركك يا يوليوس. ولا تنسى أن تصون أمانتي، لا تنسى. المجد لاسمك يا رب، المجد لاسمك المحيي، فلتكن ما شئت. حيث أن الطفل أبانوب قد رفض أن يطيع أوامر الملك العالي والإمبراطور المتوج دقلديانوس بالذبح والسجود لآلهتنا العظيمة، لذا فقد قررنا نحن الوالي أرمانيوس بأن تقطع رأسه بحد السيف ليكون عبرة لمن يعتبر. أرمانيوس، وادي الإسكندرية. أشكرك، أشكرك يا حبيبي ومخلصي يسوع المسيح. جايلك، جاي لحضنك، جايلك يا أبويا وحبيبي، جايلك. Thank you.
بصراحة بقى يا يوليوس، أنا في سؤال محيرني مش عارفة إجابته إيه. قولي يا زوجتي العزيزة. أنا مستغربة أوي إزاي طفل صغير زي أبانوب قدر يستحمل كل العذاب ده. أمال لو كنت شفتيه ساعة ما كان بيتنفس الحكم كنت قلت عليه إيه؟ أكيد كان فرحان. فرحان بعقل، فرحته ما تتوصفش، كانت كل حتة في جسمه النحيف بتبتسم وبقوة، عينيه البريئة كانت كلها لهفة وشوق، لما تبص لها بعمق تحس إنها عين شيخ نازك أدرك عظمة الأبدية، مشتاق لحضن الفادي. سلام. سلام يا أم. سلام. سلام يا أم جاي. سلام. سلام يا يونس. ازيك يا أخوي؟ أنتوا كنتوا فين؟ مش تريحوا نفسكم شوية وتغيروا هدومكم وتاكلوا الجلومة؟ يلا يلا خشوا غيروا هدومكم وأنا هحضر لكم حاجة تاكلوها، أنتوا تلاقيكم ما جبتوش حاجة من إمبارح. معلش يا أمي، مش هينفع دلوقتي. مش هينفع ليه؟ النهاردة مفيش صيام. ما احنا عارفين يا امي، بس تدرس يقصد يقولك انه مش هينفع غير لما نخلص شغلنا الاول. شغل؟ شغل ايه تاني؟ هو مش شغل بالظبط، هو اجتماع صغير. اجتماع ايه؟ اجتماع الخدام الجداد اللي جمعناهم عشان يكتبوا سير الشهداء العظام دول. والخدام الاولانيين راحوا فين؟ موجودين وبيمارسوا عملهم في كل حته في مصر. وايه لازمتهم الخدام الجداد دول؟ ده انت هيوليوس جامع دلوقتي يجي اكتر من 300 خادم. شهداء المسيح كل يوم بالالاف، واحنا الخدام اللي عندنا مهما كان عددهم مش مكفي جنب طوفان دم الشهداء اللي بيسيل كل يوم. عشان كده انا بحاول بنعمة ربنا اوزع اكبر عدد من الخدام دول في كل حتة في مصر. اهلا اهلا ابونا بلوك، اتفضل. سلام يا اخراسك. نورتني يا ابونا، اتفضل. اتفضل يا ابونا. نورتنا يا بنا كلوك. ده نورك انت واهل بيتك يا ولدي. بقى الدهايا يا يوليوس، نعرفش انك في قفاص الا بالصدفة. معلش يا ابونا مشاغل وانت عارف. ربنا يخلينا اختك اللي بتخليك تحن للبلد وتيجي عشان نشوفك. بتبلش كده يا بنا كلوك، ده انت الخير والبركة. المهم ايوه، عايزك تحكي لي ايه اللي حصل معاك في الفترة اللي فاتت دي كلها. احكي لك يا ابونا، بس الاول اغسل رجليك وبعدين احكي لك كل حاجة. ماي يا خراستس؟ لا لا يا خراستس، احنا صحيح ولاد مستشار والي اسكندريه في نظرهم، لكن لازم نعمل حاجه ما تخليش الحرس يشك فينا. عندك حق يا تدرس. طب بص، انا جات لي فكره. فكره؟ فكره ايه؟ شوف، احنا معانا اكل كتير بس معانا كمان هدايا. مش فاهم تقصد ايه. اقصد ان اخواتنا اللي بتعذبوا في السجون دلوقتي اهم حاجه بننزل لهم الاكل وبس، مش الهدايا. اه فهمتك، تقصد يعني الهدايا اللي معانا للحرس والضباط علشان نقدر نخش لجوه لاخواتنا في السجن بالاكل. بالظبط كده، يلا بينا. استنى بس، رايح فين؟ تفتكر يعني الضباط والحرس هيخيل عليهم الحيله دي؟ يا سيدي ما احنا مع الحيله دي هنستغل اسم ابونا زي ما فهمنا بالظبط. يلا يلا يا تدرس، يلا يلا بينا. اتفضل يا اخويا. هات يا خلاص. اديني رجلك يا ابونا كلوك. هتعمل ايه يا يوليوس يا ولدي؟ لا ما يصحش. أرجوك يا ابونا اديني رجلك. يا ولدي كل حاجة وليها حدود، سيبك أنا هغسلها. وبعدين مهما كان يا ولدي أنت. أنا إيه؟ غني؟ برضو أنا ولا حاجة جنب ملك الملوك اللي اتنازل وغسل أرجل تلاميذه واحد واحد. أجي إيه أنا جنب الشهداء اللي بتسيل دماهم كل يوم، ناسين بيوتهم وعيالهم؟ أنا ولا حاجة. أنا هو عايش بيت باكل وبشرب، حواليا عيلتي وولادي. ما تقولش كده يا يوليوس يا ولدي، انت كفايه اللي بتعمله في كل مصر وكل يوم عشان الشهداء والقديسين. انت رسالتك ما تقلش عن اي شهيد بيسفك دمه. يا يوليوس يا ولدي، كل واحد منا جندي بيحارب في ميدانه، المهم في الاخر اننا جنود الرب المجد. خليك زي ما انت وجاهد في ميدانك، وصدقني يا يوليوس ربنا لو عايزك تجاهد في ميدان غيره هيصغر لك ده. اكيد اكيد يا بركلوك. تسمح لي بقى رجليك اغسلها؟ السماح من رب المجد يا ولدي، مع اني ما استحقش، لكن اعمل اللي يريحك. ارجوكم توصلوا شكرنا للسيد يوليوس وتقولوا له مش عارفين نشكره ازاي على كرم الزايد ده، بس اللي نقدر نقوله اللي ندعي الآلهة تحفظه لنا وتحميه.
بس انت كمان يا ست القائد يا ريت توعدنا يعني تخلي الحرس بتوعك يتعاملوا بلطف وشفقه شويه مع المساجين. صدقني يا سيد تدرس انا لو عليا مش ممانع، بس انا عبد المأمور، وبعدين زي ما انت عارف السجن ده اللي جريمه خطيره ومروعه. ما احنا عارفين، ما احنا جايين ليه؟ تدرس يقصد يقول اننا عارفين انكم عشان كده اكيد استعجلوا قوي. مش مهم احنا اللي نتعب، المهم هم اللي يتعبوا. طب هنسيبك بقى يا ست القائد عشان عندنا شغل كتير قوي. يلا يلا يا تدرس يلا يلا. يا غلط غلط يا يوليوس يا ولدي، الاولاد في السن ده حماسهم بيبقى زايد. صحيح انت ربيتهم على الايمان ومحبه المسيح والتضحيه لاجل اسمه، لكن الاستشهاد على اسمه له وقت، وانت عارف كده ولازم تفهمه. افهمهم ازاي وانا عندي نفس احساسهم؟ ومين فينا ما عندوش احساسك ده وبيتمنى الشهاده على اسم المسيح؟ لكن اوعى الشيطان يندس وسط احساسك عشان يوقف عملك العظيم. اوعى الشيطان يصور لك ان كتابتك لسير الشهداء والقديسين وتكفينك ليهم وحفظك لاجسادهم وشهادك كله نوع من انواع الهروب. الشيطان بيحاربك يا يوليوس يا ولدي، وعايز يمحي عملك العظيم ده من الوجود. مش بس كده، ده الشيطان عايز يمحي سير شهداء رب المجد، الشهود الحقيقيين المجد. فهمت يا يوليوس يا ولدي؟ فهمت يا بونا، بس انا خايف. خايف من ايه تاني يا يوليوس؟ رب المجد قال من ينكرني قدام الناس انكره انا ايضا قدام ملائكة ابي الذي في السماوات. يعني ايه؟ ما تكملش، انت عمرك ما انكرت رب المجد والكل يشهد بكده، وان كان على استغلالك لنفوذك او قربك من الولاه فده برضه له اسباب. كل دي وسائل بتساعدك عشان تصون الامانه اللي حملها لك رب المجد. وزي ما قلت لك اوعاك تنسى ان كل شيء باذنه وترتيب منه، وربنا قادر يا يوليوس انه يحقق لك شهوة قلبك بالاستشهاد على اسمه. وساعة ما حيأذن ويجي اليوم ده انا واثق انك هتكون جده وكفء ليه. خلاص يا يوليوس اتفقنا؟ اتفقنا. بداول بعض الاشياء. تحب اساعدك في اي حاجه؟ لا لا لا، فضل تحت فوق. هرتاح، بس ممكن اعرف بتداول ايه؟ سيره جديده؟ بداول المعجزه اللي حصلت على يد ابو نكرو. والدي الحق يا ولد. في ايه؟ خلاص ماله؟ تعبان تعبان جدا يا سيد الطبيب، رجلي مش حاسس بيها خالص، زي ما تكون مش موجودة. معلش يا حبيبي. كده مش حاسس بحاجة برضو؟ لا. ولا حتى بألم؟ مش حاسس برجلي خالص يا سيدي الطبيب خالص. اهدى يا حبيبي. طمني، أخرستس ماله؟ أرجوك يا سيدي الطبيب طمني، أخرستس عنده إيه؟ مش عارف أقول إيه. للدرجة دي حالته صعبة. للأسف يا سيد يوليوس ابنك مصاب بالفلج، المرض ده بيشل حركة الرجل نهائيا. بس أكيد له علاج صح؟ للأسف لا يا سيد يوليوس، الطب والدواء عاجز تماما قدام المرض ده. صدقني يا سيد يوليوس كان بودي أعمل حاجة، لكن مفيش حاجة بودي. بعد إذنك. وتشكرك يا رب على كل خير ومن اجل كل حال.
لكن يا ماما انا واثق انك مش هتسيب ابنك وخلاص. واثق انك مش هتسيبني. واثق ومتاكد يا رب انك هتمد ايدك. ماليش غيرك. عايش بيك وبيك وماليش غيرك. اتسند عليك. ماليش غيرك. سلام لمولاي الوالي أرمانيوس. السيد يوليوس يا مولاي. سلام يا مولاي. سلام يا يوليوس. انت فين؟ انا موجود يا مولاي وتحت امرك. اتفضل انت يا يوليوس. تحت امر مولاي. اسمعني يا يوليوس، انا في مأزق، محدش هيقدر يخرجني منه الا انت. وانا تحت امرك يا مولاي. يوفانيوس والي نيقيوس عايز يزحني من اسكندريه باي شكل. وصلتني اخبار انه بعت للامبراطور اكثر من رساله بخصوصي. بخصوص مولاي؟ فيها ايه الرسائل دي يا مولاي؟ فيها انه بيوصل للامبراطور انه ضعيف، اضعف من ان اكون والي على اسكندرية، واني غير قادر على المسيحيين، وده طبعا يا عيني لانه حريص على مصلحة واستقرار الامبراطورية اكتر من الامبراطور نفسه. بيبس السم في العسل. والوالي يوفانيوس بيعمل كده ليه يا مولاي؟ اولا لانه بيحقد عليا وبيغير مني من ايام ما كنا مع بعض في الجيش. ثانيا ان حلمي انه يكون والي على اسكندريه، ولو ده حصل يبقى ضرب عصفورين بحجر واحد، حقق حلمه وكسر انف غريمه. هل في مرسوم رسمي او رساله من الامبراطور دقلديانوس وصلت لمولاي بخصوص الموضوع ده؟ تقدر تقول اه وتقدر تقول لا. يعني مش فاهم يا مولاي. هفهمك. الامبراطور لغاية دلوقتي موجه ليش اي رسالة بخصوص الموضوع ده، لكن يوفانيوس وعد الامبراطور ان يثبتوا صحة كلامه وبدأ اللعب معايا. ازاي يا مولاي؟ بعت لي رسالة. فيها ايه الرسالة دي يا مولاي؟ ما فيهاش. الرسالة عبارة عن فخ نصبهولي. وايه الفخ ده يا مولاي؟ مكراوي. مكراوي؟ اسقف نقيوس اللي موت في السجن دلوقتي. انت تعرفه؟ هو مش كده بالظبط يا مولاي؟ اسكندرية كلها بتكلم عن إيمانه ورفضه لثبوت الآلهة. أنا عارف، مفيش حاجة بتستخبى. اهدى يا مولاي واسمح لي. أنا عندي اقتراح. قول يا يوليوس. لو يسمح مولاي أنا أروح لقصف مقراوي في السجن وأحاول أتكلم معاه، يمكن أقدر أقنعه، لأن الشدة مش هتجيب معاه نتيجة. ولو إحنا عاوزينه يعمل اللي إحنا عايزينه يبقى حاول يسيسه، نكلمه، نأكله، نشربه، نطيب جراحه كمان لو أمكن، ولو سمح مولاي نبعده عن جو السجن خالص عشان ما يحسش بجو الضغوط اللي عليه، وساعتها المهم هتبقى أسهل. كلامك معقول يا يوليوس؟ نخرجه من السجن وتجيبه هنا ونوصل معاه بالمسيسة. لا يا مولاي، أنا بقول الأفضل نبعده عن جو السجن خالص عشان ما يحسش بأي ضغوط. أنا بعد رأي مولاي أخده عندي في قصري وساعتها المهمة. اتفضل يا سيد. أنا مش هقول لك غير ربنا يعوضك يا يوليوس على كل اللي عملته عشاني. أنا ما عملتش حاجة يا سيدنا. أنا كان كل غرضي لما خرجت نيافتك من السجن إني أخد بركتك أنا وكل أهل بيتي، وكمان أريحك شوية من المعاملة السيئة اللي شفتها في سجن أرمانيوس. أرتاح. صدقني يا يوليوس،
المعاملة السيئة أو حتى العذاب هم الراحة نفسها. اللي أنا فيه ده يا يوليوس طريق، طريق كله سلالم، مع كل ضيقة أو اضطهاد أو عذاب بخطي سلمة، وكل فرح لأني مشتاق أوصل لآخر سلمة في آخر الطريق في حضن حبيبي ومخلصي وإلهي يسوع المسيح. يعني أنا كده أبقى عطلتني يفتك؟ لا يا يوليوس يا ابني، لأن اللي عملته ده نابع من قلبك، قلبك اللي بيفرز محبة لكل اللي حواليه. وصدقني مجيتي هنا في بيتك ترتيب إلهي، وده اللي خلاني ما رفضتش أجي معك. سلام يا سيدي. سلام يا بنتي. أسفة أني تأخرت، أصلي كنت مع أخو راستس، أصله تعبان شوي. سلامته، المسيح يشفيه. أخو راستس تعبان جدا يا سيدنا، والأطباء قال إنه عند الفالج. ما يقولوا اللي يقولوه، إحنا علاجنا في إيد طبيب واحد هو اللي في إيده الشفاء. تعالوا تعالوا وروني هو فين. اتفضل يا سيد. مين هنا؟ اتفضل اتفضل يا سيد. مين هنا؟ هنا في القصر أو عند يوليوس مش دي المشكلة، المهم إن يوليوس يقنعه بالسجود. هيحصل يا مولاي، أكيد هيحصل، السيد يوليوس تأثيره قوي وساحر، المهم أنت تكون مرتاح البال يا مولاي. أتمنى أتمنى يا بيروس. وأنا يا سيدي هحقق لك أمنيتك دي. يوليوس. نعم يا سيدنا. عايز أواني مقدسة ولوح مقدس وقربان حمل وعصير كرمة. مستغرب ليه؟ هنصلي قداس هنا وناول أخرستس وناولكم. بجد يا سيدنا؟ بجد؟ أيوة حبيبي. هنا يا سيدنا؟ بس بس إيه؟ مش هتقدر تجيب اللي طلبته؟ إذا كان على الأوان المقدسة واللوح المقدس في يا سيدنا، لأننا قدرنا بنعمة رب المجد ناخد أواني وألواح مقدسة كتير من الكنائس اللي هدمها الرومان. وإن كان على قربان الحمل أقدر أخبزه لنيابتك حالا. وعصير الكرمة هروح أجيبه حالا يا سيدنا. طب يلا مستنيين إيه؟ حالا حالا يا سيدنا، كل حاجة هتبقى عندك. يلا يا سيدنا. استنوا. حلمني يا سيدنا، أنا ما استحقش إنك تصلي قداس في بيتي، دي نعمة كبيرة وبركة عظيمة، أنا ما استحقهاش. تستحقها يا يوليوس. البيت اللي بيتكفن فيه الشهداء كل يوم وبتتكتب فيه سيارهم هو أحق بيت تتقدم منه ذبيحة لله. يلا بينا اتحركوا، مستنيين ايه؟ حالا حالا يا سيدنا.
أنا مش عارف أقول لك إيه يا سيدنا. أنا بشكرك. قلت لك أشكر رب المجد، ما تشكرنيش. المهم دلوقتي اسمعني، لقائي برب المجد قرب، وأنا كل اللي طالبه منك دلوقتي إنك تقنع الوالي أرمانيوس إن مفيش حد معايا غير حد السيد. لا لا يا سيدة ما أقدرش. لا لا، مش عايز نقابل رب المجد يا يوليوس؟ عايزك يا سيدي، بس مش عارف. أنا حاسس اللي قلت له كده هينفذ فعلا، لأنه ما قداموش حل تاني. وهو ده اللي أنا عايزه وبشتهيه يا يوليوس. أيوة يا سيدي، بس أنا حاسس إن السيف اللي هيقطع رقبتك أنا اللي ماسكه بإيدي. وليه ما تقولش إن الإيد دي هي اللي هيستخدمها رب المجد عشان يحط بيها الإكليل على راسي؟ يلا يلا يا يوليوس. نعم يا سيدنا. وصيتي ليك جسدي بعد استشهادي توديه على إبروشيتي في نقيوس، وتحط مع الجسد سيرتي اللي هتكتب فيها كل اللي حصل. اتفقنا؟ اتفقنا. اتفقنا يا سيدنا. يلا روح انت للوالي وقول له يجهز لي العرس. يلا يلا يا يوليوس. قم يا يوليوس، قم واذهب ناحية النهر، فستجد الجنود في انتظار طلوع النهار ليلقوا بأجساد الشهداء رفق وأولادها. اذهب إليهم يا يوليوس وخذ الأجساد منهم واحفظها في بيتك الآن. الآن يا يوليوس. يلا يا جماعة نرمي جثة جثة عشان نروح بيوتنا بقى. يلا استنى استنى لو سمحت. سلام سلام. انت شايف كده؟ ايدك معانا، خلينا نخلص من فضلك سيد. سيبنا، انت مش شايف اللي في ايدينا؟ ما تعطلناش. استنى استنوا بس لو سمحت. انت جاي تعطلنا بقى بجد؟ نعم، عايز ايه؟ في الحقيقه في الحقيقه احنا جايين بخصوص الاجساد اللي هترموها دي. اجساد حلوه اجساد دي، اسمها جثث. وعايزين ايه بقى منها؟ عايزينهم. عايزينهم بالبساطة دي؟ انت عارف دول مين واتقطعت رؤوسهم ليه؟ دول عباد المصلوب يا سيدي. عارفين كل ده؟ اما انتم عارفين كل ده اكيد كمان عارفين ان احنا هنرميهم. يا سيدي عارفين. ولما انتم عارفين عايزين ايه من الجثث دي؟ ولا تكونوا عايزيننا نخالف اوامر مولانا؟ وايه اللي هيعرف مولاكم؟ اللي هيعرف مولانا احنا. وليه بس تقولوا لمولاكم؟ لما مولاكم يسألكم رميتوا الأجساد تقولوله؟ نقوله طبعا رميناهم. واحنا نقدر ما ننفذش كلام مولانا؟ المهم عبال ما يطلع النهار ما يكونش للجثث دي أثر. ما تخافش، على ما يطلع النهار مش هيكون لها أثر. إذا كان كده حلال عليكم. يلا بينا يلا بينا. تدرس أخرسس، يلا شيلوا الأجساد نحطها على الركاب قبل ما النهار يطلع. يلا يوليوس. انت جيت امتى؟ لسه واصل حالا، وانا من غير ما سالت فين كنت عارف حلقك هنا. ما تصورش يوليوس انا سعيده قد ايه بوجود اجساد الشهداء العظام دول في بيتنا. عارف انا كتير بقف قدام جسد الشهيده رفقه وافتكر كل اللي انت قلته لي عنها، ازاي قدرت تضحي بولادها قدام عينيها عشان اسم المسيح. التضحيه صعبه قوي على اي ام. قد ايه الست دي عظيمه وقويه. الشهيدة رفقة باستشهادها هي وأولادها ما
بتدينا كلنا درس لينا ولكل الاجيال اللي جايه. عنوانه التضحيه بكل ما هو غالي حتى الضنا من اجل رب الفلت. عشان كده سلام يا يونس. سلام. انا اسف اني قطعت كلامكم، اصل في رساله جت مع خادم الانصنه. خير يا يوليوس؟ في ايه؟ انا لازم اروح انصنه دلوقتي حالا. في ايه يا يوليوس؟ الوالي اريانوس شادد حلو قوي وبيعذب ابونا كلوج اشد العذابات. انا لازم اكون في انصنه. استنى يا يوليوس، في حاجه معاك مش هتجيبها. لماذا أنت متوان في هذا اليوم والجهاد موضوع أمامك والأكاليل معدة لك والقديسون الذين كتبت جهادهم يخرجون للقائك ويرتلون أمامك مع الملائكة وهم فرحين حتى يأخذوك معهم إلى السماء بمجد عظيم؟ ولكن لا يكون هذا في الإسكندرية، لأن الوالي هنا يحبك ويعرف عظمتك. ولكن اذهب إلى أركانيوس والي سمنون واعترف باسمي هناك، ولا تخف يا يوليوس مما سيفعلونه بك، لأني أنا الذي حفظتك إلى هذه الساعة من أجل خدمة القديسين، وها أنا ذا أرسل ملاكي ميخائيل خادما لك حتى تكمل جهادك الحسن. وسلامي يكون معك يا حبيب الآب والابن والروح القدس. الإله الواحد، آمين. لازم ارحل دلوقتي على سمنود. ومالا يا والدي واحنا كلنا معاك؟ اسمعني يا غرصص، اسمعوني كلكم المره دي غير كل مره، لاني انا مش عارف هقعد هناك قد ايه، يمكن المده طول شويه، وعشان كده جمعتكم. عايز كل حاجه تمشي زي ما كانت بالظبط، كاني موجود تمام. انت ليه بتقول كده يا يوليوس؟ اسمعيني
اسمعوني كلكم، انا رايح سمنقوتي في مهمه كلفني بيها رب المجد نفسه، وانتوا عارفين المهام اللي بيكلفنا بيها رب المجد لازم تنفذ وتطاع وبكل فرح. عشان كده عايزك يا خرصص انت وتدرس ومعاكم عمكم يونس اهتموا بشهداء رب المجد، كتابة سيرتهم وتكفينهم وارسال اجسادهم لبلادهم بركة ونعمة كبيرة. اوعوا تنقطع عنكم، ادوا كل اللي عايز، والاهم انكم تدوا اللي عايز ومش قادر يطلب عشان تزيد جلوسكم في السماء. اتفقنا؟ بس انا مش هسيبك تروح لوحدك، انا هاجي معاك. وانا كمان يا ولدي، احنا جايين معاك. انا شخصيا هاجي معاك، ما تحاولش. وانا كمان هاجي معاك ونسيب اخرصت هنا مع امي. وليه ما تفضلش انت معاها واروح انا؟ انت هتتخانقوا وانا بقول نسيب رجاله؟ خلاص اللي تشوفه يا ولدي. خلاص يبقى تدرس هيجي معايا، وانت خلاص هتفضل هنا. اوامرك يا ولدي. خلاص يونس انت بتدرس، جهز الركاب عشان اتحرك حالا. اوامرك اوامرك يا اخوي. حاضر يا ولدي. اتفضل. خرصص انا عارف انك راجل، وعارف كمان ان ابن الكبير قدها وقدود. اعمل كل اللي قلتلك عليه وخلي بالك من والدتك، اطمن وطمنها عني، ما تخافش لان هو معايا وانا معاه. اتفقنا؟ اتفقنا يا ولدي. سلام. وانت عمرك جه من وراك سلام؟ في ايه؟ الراجل ده مولاي لقيناه في وسط المدينة عامل جمهرة حواليه. جمهرة؟ ليه؟ عايز يبقى والي؟ لا يا مولاي، كان عمال يوزع في مال وذهب ومجوهرات على اللي رايح واللي جاي، ولما قربت منه انا والحرس وسألته عن سبب اللي بيعمله ما ردش عليا. واحد يقول كلام كده زي اللي بيقولوه اتباع المصلوب. رحت جايبه على هنا. تمام يا مولاي، وده لان حسيت ان اللي بيعمله مع الناس والمال اللي بيديه لهم والكلام اللي عمال يقوله لهم ممكن يكون خطر جدا على امن المدينه. حيلك حيلك، خطر على امن المدينه؟ ده شكل واحد ممكن يكون خطر على امن المدينه. الحكايه كلها انه رجل نبيل غني بيساعد الفقراء اللي هو شايف ان هم المحتاجين لمساعدة. صح كلامي؟ حقك انك تتضايق، اصل انا الجنود بتوعي دول خلاص اخدوا على العنف. اغبياء، ما بقوش بيعرفوا يميزوا. مولاي اسكت خالص وفك السلاسل اللي في ايدين النبيل بسرعة واعتذر. امر مولاي. اعتذر له. اسف اسف يا سيدي على ما بدر مني. اتفضل ايها السيد النبيل ارتاح. مش عارف، حاسس ان وشك مقلوب، شكلك لسه زعلان.
عموما انا كمان هعتذر لك بنفسي يا سيد، انا لسه ما تعرفتش باسم السيد النبيل. اوعى تقول له اسمك، لو عرف النبيل حيحييه يمكن يخاف. ما ينفعش، لازم تخفي اسمك عنه. انا ما تعرفتش على اسم السيد لغايه دلوقتي، ممكن اتعرف على اسمك؟ اسمي مسيحي. مسيحي؟ اسمك مسيحي؟ ايوه اسمي مسيحي. اسمه مسيحي. شفت يا مولاي، مش قلت لك انا احساسي ما يكذبش ابدا. اسكت انت. ويا ترى بقى السيد اللي اسمه مسيحي من انهي بلد؟ اكيد مش من بلدنا طبعا، انا ما شفتكش هنا قبل كده. بلدك ايه؟ بلدي اورشليم السماويه. اورشليم السماويه. ويا ترى بقى السيد النبيل اللي اسمه مسيحي ومن اورشليم السماويه بيوزع ذهب وماله ليه؟ زهد؟ ولا من كتر ماله مش عارف يوديه فين؟ مالي في الاصل هو مال ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، يعني منه وله. نعم؟ إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا مش فاهم حاجة. أنت فاهم حاجة؟ لا يا مولاي. اللي زيكم صعب يفهم، لأنكم اخترتم طريق ضلمة، بعدتم قلوبكم وعقولكم. ضلمة؟ أنا شايف إن القصر منور أهو يا سيد. ولا تحب ننور لك الشموع والاناديل؟ يا ريت تنوروا عقولكم وقلوبكم، وتعرفوا ان الاوثان اللي بتعبدوها دي مجرد حجر اصم اعمى ابكم. اخرس! استنى انت يا يوسف، الظاهر ان الذوق ما ينفعش مع امثالكم. على العموم ده مش جديد عليكم يا اتباع المصلوب، ما ينفعش معاكم الا العنف. عنفكم وبطشكم وعذاباتكم بتقربنا اكتر من رب المجد. كده؟ وطبعا انت بقى عايز تقرب، بس انا بقى مش هنولك اللي في بالك، وده لاني حاسس ان انت مش وعيك. معذور، اللي حصل معاك برضه مش شويه. حد في نبلك وعظمتك ومالك لازم يكون متضايق ويثور من اللي حصل معاه. معلش يوسابيوس. امر مولاي. انت تاخد السيد برضه، ما قلتليش على اسمك. معلش مش دلوقتي، انت تعبان. عموما انت هتروح مع يوسابيوس دلوقتي على الجناح الخاص بتاعي وترتاح، وبعد ما ترتاح وتراجع نفسك هنقعد نتكلم ونقول كل اللي احنا عايزين نقوله. ريح نفسك يا سيد الوالي، انا ما عنديش كلام تاني اقوله اكتر من اللي انا قلته، ويا ريت وفر على نفسك وسائل الترغيب دي. يعني ايه؟ يعني حتى لو جنودك ما كانوش جابوني لغايه هنا، انا كنت هاجيلك بنفسي عشان اقولك انا مسيحي. وبلدك هي اورشليم السماويه، ونفسك تقرب من رب المجد. هقربك يوسابيوس. مولاي. قربوا من الهمبازين، خلي الهمبازين ياخدوا بالحضن. امر مولاي. لو سمحت ممكن اسالك سؤال؟ نعم. عايزين ايه وايه اللي جابكم هنا؟ احنا بس بنسال. قصر الولي اركانيوس مش هو ده؟ ايوه هو ده. عايزين ايه؟ كنا بنسال على والدي، اصل الحرس خدوه من وسطينا وقال ان هم رايحين بيه على قصر الوالي. يعني انتوا عايزين ايه بقى دلوقتي؟ عايزين طمن، عايزين نشوفه. والدي يا بنت، انتوا بتسيبوه؟ انتوا عايزين منه ايه؟ انتوا مش عارفين ده يبقى مين؟ اسكت يا بنت، والدي ما تتكلمش دلوقتي.
كفايه عليك كده. ها قربت من الهك ولا لسه؟ ابوي اكيد مجانين. اكيد مش عارفين انت مين. ايوه مش عارفين. اسكت يا تدرس اسكت. ليه يا والدي؟ ليه سبتهم يعملوا فيك كل ده؟ كان لازم تقول لهم انت مين. كان لازم. ما كانش لازم يحصل لك كده. ما كانش لازم. مش يمكن لو عرفوا انت مين كان عزمه معاك اقل شويه ومبقاش بالصوره دي. ما ينفعش. لما بتقل العزبات بتبعد المسافات، ولما بتزيد بنقرب من حضنك. ولا انتوا نسيتوا؟ ما نسيناش يا اخويا. قم يا حبيبي. السلام لكاهن الآلهة الأعظم. تفضل يا مولاي. لو أعرف دماغك فيها إيه كنت أرتاح. الآلهة متعطشة للقائك يا مولاي. مش ده اللي يغير إيمانه بالبساطة دي؟ السلام للإله العظيم أبو اللون. انصرنا على أعدائك وأعدائنا. الراجل ده تعبني قوي. يا ترى ناوي على ايه؟ تفضل ايها النبي. ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، جه الوقت اللي لازم يشوف فيه الجميع مجدك وقوتك، ليتمجد اسمك القدوس وينهار اعدائك وآلهتك. ده جزاء يتطاول على أهلك. قم يا حبيبي. انت لسه عايش ازاي؟ ها؟ بطنك دي انا ضربها بالسيف بايديا. انا ضربها بالسيف ده بايديا. ازاي انت لسه عايش؟ ازاي اللي بيحصل ده؟ اللي بيحصل ده؟ لسه بتسأل؟ لسه مستني اجابة اعظم من كده؟ لسه مستني دليل ان اله يسوع المسيح هو ملك الملوك ورب الأرباب؟ لا لا، أنا آمنت خلاص. آمنت إن إله هو الإله الحقيقي. أيوه بس أرجوك قول له يسامحني. قول له يسامحني. هيسامحك صدقني، هيسامحك. أنا لو عرفت طريقه مش ممكن. يا ريت
بيتي سامحني. انا عارف، انا بعترف دلوقتي ان انا كنت اعمى، ما كنتش حاسس قوته، ما كنتش لامس عظمته. ارجوك ارجوك قول له يصدقني، قول له يصدقني ان انا هعترف بيه قدام كل الناس، قول له يصدقني ان انا من اللحظه دي هعترف بيه قدام الدنيا كلها، حتى لو اعترافي ده كلفني حياتي. انت اكيد انت مش عارف بتقول ايه. التفسير الوحيد اللي عندي ان انت بتهزي. الظاهر كده ان والي اركانيوس، والي سمنود، دماغه خفيفة شوية، يعني ما بتستحملش الشرب الكتير. والخمرة كمان شكلها النهاردة كان معتق قوي. صح، خمري هو المسموح، اللي سفك دمه من اجلي على الصليب. ايه ده يا صليب؟ الشباب بتتكلم زي بتاع المصفوف بالظبط. انا حتى ما استحقش اكون واحد من اتباعه. انا راجل خاص، يابا زعلته وكفرت بيه ولعنته. عارف انا كل املي في اللي بقي لي من حياتي انه يسامحني على اللي عملته. ان اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل ان يغفرها لنا. كده بقى انا فهمت، انت راس الافعى زي ما قال لي يوسابيوس. انت اللي بتدس السم في راس اركانيوس بسحرك وكلامك. مش اركانيوس اللي دماغه تهرب منه ويتاثر بكلام او سحر. يبقى انت بقى اللي حرضته. صح فعلا، انا اللي حرضته، لكن مش بالسحر زي ما انت بتقول، لكن بقوه ربي والهي ومخلصي يسوع المسيح، لان الهنا رحيم وعادل، فهو لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع ويحيا. صح صح يا سوفانيوس، الكلام اللي بيتقال ده صح. متتصورش الراحه اللي انا حاسس بيها دلوقتي. طبعا انت لازم تقول كده، لازم تكون دلوقتي مرتاح على الاخر. انت معذور يا اركانيوس، لان سحره سيطر على عقلك، اصاب عقلك بالفعل، يعني عقلك دلوقتي بقى مشكوك. يا سوفانيوس افهمني، افهمني انت، لازم تعرف انك محتاج ترتاح. كانوس يا صديقي، انت محتاج للراحة، محتاج لها علشان تعيد تفكيرك من تاني وتفكر في مصيرك اللي جاي وترجع لأصلك وميتك. وإذا كان على الآلهة ما تخافش، أنا عارف إن الآلهة هتسامحك وتصفح عن ضلالك ده، لأنك طول عمرك يا أركانيوس وأنت مدافع عنها وخادم ليها. أنا خادم لربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، ومدافع عنه لآخر لحظة في حياتي. برضو مش هاخد بكلامك دوت، مش هحاسبك عليه دلوقتي، لكن كل الأقدر ألغولك إن أنا هفوقك. أيوه، هفوقك وبطريقتي. ده طبعا بحكم الصداقة اللي بينا من سنين. مهما عملت فيا أنا مش هرجع عن إيماني بالإله الحقيقي. يا سيدي ما تخافش، أنا مش هعمل فيك حاجة، أنا بس هخليك تتفرج. أيوة، هخليك متفرج لمسرحية مأساوية زي المآسي اليونانية القديمة اللي كانت بتتقدم للشعب بغرض التطهير، عشان تطهر عقل مفاجأة. مش كده؟ مفاجأة بسيطة من والي أتريد، والي سوفانيوس لصديقه، والي اركانيوس، والي سمنوس. قلت ايه؟ تحب تتفرج؟ اتفرج على ايه؟
تتفرج على مأساة بطلها ده السحر. تحب تكون بطل لمأساة؟ مش عايز ترد؟ انت هتكون بطل المأساة دي غصب عنك، الا في حالة واحدة بس اللي ممكن ترحمك من المآسي كلها اللي هتشوفها مني والعذاب، انك تسجد للآلهة فورا. قلت ايه؟ قلت يا رب يا ولاهي ومخلص يسوع المسيح اسجد واياه وحده واعبد. يبقى انت اللي اخترت. سادس امر مولاي سبحانه، عايز استمتع ان اتفرج على المشهد الاول من المأساة اللي بطلها الساحر دول. خوف تاخدوا البطل ده وتعلقوه على النخلة العالية اللي قدام باب قصر، وتخلوا رجليه فوق وراسه تحت، وتسيبوه كده 7 ايام. حالا حالا يبتدي العرض يا مولاي. ابويا ابويا انا جاي معاك، انا مش ممكن اسيبك لوحدك، مش ممكن. وانا جاي معاك، مش هسيبك لوحدك ابدا يا اخويا. ايه ايه يا اخويا وابويا، انتوا فاكرينه ايه؟ رايحين معاه رحلة صيد؟ انا مسيحي واؤمن بالاله الحقيقي يسوع المسيح، وعايز اكون مع والدي. وانا كمان مسيحي اؤمن برب ومخلص يسوع المسيح، ومش هسيب اخويا ابدا. اخوه وابنه مفيش مانع، ده سبب ادعى انكم تشرفونا كمتفرجين للمأساة دي اللي هيمثلها بطلنا الليلة. مسدس مولاي، خذ الراجل ده ونفذ اللي امرتك بيه. امر مولاي. اتحرك. ابويا ابويا اتحرك. ابويا ما تستعجلوش، هتتفرجوا على المأساة دلوقتي، ومين عارف يمكن ترجعوا لعقلكم وتنسوا بقى الاله اللي بيعبده اخوك وابوك، وتسجدوا للآلهة. ودلوقتي بقى يا ريت نلحق العرض عشان نتفرج عليه سوا في شرفة الأرض. ممن أخاف، الرب حسن حياتي ممن أجزع، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف، الرب نوري وخلاصي ممن أخاف،
الرب حسن حياتي ممن اجزع. الرب نور وخلاص ممن اخذ. الرب حسن حياتي ممن اخذ. ايه رايكم؟ الحل في ايديكم انتوا. انا مش عارف انتوا ايه قلوبكم حجر. ده بقاله 3 ايام على الحال دوت. ايه مش هتخلصوه؟ انا انت ايه عيلت هتسجد للآلهة وتخلص ابوك؟ انا عايز اقول لك حاجة. عايز اقول لك ان الهنا اله حنون. اوعى تفتكر ان هيسيب ابويا في يوم من الايام. مش ممكن يسيبه ابدا. مش ممكن. صاحبك وانت يا ترى برضو رأيك زي رأي ابنه ولا انت هتطلع عاقل وتخلصه؟ الجنون هو قطعت اوامرك ايها الوالي. يا ده انت قلبك اسود قوي. انا ما كنتش اعرف انك بتكره اخوك للدرجات دي. يظهر ان الميراث كبير كبير قوي. ميراثي وميراثه في الفردوس مع الشهداء والقديسين في النعيم الابدي. قلتلي. طيب مدام بقى ده كلامكم يبقى انا كده بريء من ذنبكم وعملت اللي عليا. وهتشوفوا مني اللي ما كنتوش تحلموا بيه. يا حراس خدوه ورموهم في السجن منعنهم الاكل والشرب لغايه ما يسجدوا للالهه. يا الهي لا تتركني لاهلك من العدو. كان يا رب الاحلام هذه التجربه يا رب. بصله لسه شاغل نفسك بيه؟ ما تفكرش ده خلاص انتهى. يلا بينا يلا نريح لنا شويه وناكل لقمه. يلا يا راجل نسيتني اعمل معاك واجب الضيافه. اقبل مني يا رب ذبيحه من الخاطر. اجعلني مستحقا ان اكون تحت قدميك في الفردوس السبائي. حصل يا مولاي ومات السحر العظيم. قصدي البطل. يا أخيراً انتهت المأساة ومات البطل التراجيدي. خسارة. فكوه وارموه لكلاب القصر. أمرك مولاي. شفت يا أرقانيوس؟ شفت إزاي أنت كنت هتضيع نفسك؟ إلهه أهو اللي حاول يخدعك بيه سابه يموت. ولسه يا أرقانيوس هتقتنع أكتر
لما تشوف كلاب القصر بتنهش في لحم. يلا يلا بينا يلا نتفرج يا راجل. يلا ولا تخف لأنني معك. خذ بيده يا للفئيل وأقمه من نومته. سوفانيوس سوفانيوس تعالى تعالى شوف ربي وإله عمل معايا ايه. ربي وإله يسوع المسيح اللي قال لنا لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم. يعني عذاباتك مش هتهزني عشان انت ساح لساك بتكابر يا سوفانيوس. سحر ايه اللي بتكلم عنه؟ دي قوة ربي وإلهي يسوع المسيح اللي قال لنا نقشتكم على كفي من يمسكم يمس حدقت عينه. فوق يا سوفانيوس فتح قلبك وعينيك قبل ما الوقت يعدي. ساعتها مش هينفع حتى ندمك وآلهتك دي صدقني مش هتنفعك. سوفانيوس يا صديقي انت طول عمرك راجل عاقل، ازاي بعد كل اللي انت شفته بعينيك ده لسه محتاج لدليل؟ لا 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 مش هسيبكم تنتصروا علي ابدا. لا مش هسيبكم تخدعوني بلاعبكم ديت. ايوه ده ساحر. ايوه ساحر يا حراس يا حراس. امر مولاي يوسافيوس امسكوا الراجل دوت الساحر مخادع امسكوه. محتاج تشوف ايه تاني يا سوفانيوس عشان تصدق؟ ليه مصر تهلك نفسك ليه؟ انت اللي لازم تهلك يا ساحر يا مخادع يا كاذب. سوفانيوس خد الراجل ده من قدامي ورموه في السجن دلوقتي، ولما يطلع الصبح هيسكت قطعولي جسمه بأمشاط حديدية، مش عايز الاقي فيه حتة سليمة. يلا مهما عملت يا سوفانيوس مهما عملت رب معايا وهينقذني. مهما عملت يا سوفانيوس ليه يا سوفانيوس
ليه مصر تهلك نفسك ليه؟ اخرس اخرس انت، كل ده بسببك. ايوه بسببك انت اللي جبت لي البلوه دي لحد عندي هنا. لكن انا ابدا مش هسيبكم تنتصروا عليا، مش هسيبكم ابدا 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 ابدا. ما تنصرنا على حد اشد امضيق. ام الضهر ام جوع ام خطر ام سعيد، تقدر ان تبصرنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا. أمر مولاي. لا يا يوسابيوس، كده أزعل منك مش بالسيف، حرام. أنا عاوزك يا يوسابيوس تقطعه نصين بالمنشار. بالمنشار يوسابيوس نفس. أمر مولاي. أعني يا مخلصي، انت قلت ان كان العالم يبغضكم فاعلموا انه قد ابغضني، لانكم لستم من هذا العالم. هيا يا يوليوس يا حبيبي المسيح، قم وفي الصباح اذهب للوالي في ساحة الأوسان، وسيأتي معك تدرس ويونيوس اللذين أخرجهم الله من السجن، لأن الله أذن بالوقت الذي سيؤمن فيه الوالي سوفانوس. وبعد إيمانه ستذهبون جميعا إلى مدينة طوى كما أمر الرب لتنال جليل الشهادة. هيا هيا يا يوليوس، لأن اليوم الذي تتمناه قد اقترب. هيا انت لسه عايش؟
صدقت ان الهي عظيم ومفيش اله غيره. انت ايه؟ عامل ثورة؟ ولا يمكن عاوز تعمل تمرد عام في اتريب؟ لا يا سيادة الوالي، انت فهمت غلط. اللي بيعملوا الثورات دول اللي همهم الارض واللي فيها، لكن اخواتي دول وانا ما يهمناش لا الارض ولا اللي فيها. الشيء الوحيد اللي بيهمنا هو السماء، الحياة الابدية في حضن الهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اللي انت مش عاوز تآمن بيه ومصمم على هلاك نفسك. اوعى تفتكر ان كلامك دوت هيخيل عليا، او يمكن تكون صدقت نفسك انك بطل بجد في التمثيلية التراجيدية ديت. لازم تفهم حاجة واحدة بس، والناس دي كلها لازم تفهم كمان، انك مش اكتر من انك تكون مخادع ساحر، لانك هربت من قطع المنشار. سحر؟ قطع يا مولاي، سحر. يعني مفيش فايدة، لسه ابليس العين معشش جوه قلبك. طيب هيعمل ايه ده؟ تفتكر هيعمل ايه يا مولاي؟ قطعا هيصلي للالهه بتاعتنا، ما خلاص حس انه انكشف. ربي والهي ومخلصي يسوع المسيح، يا من اعطيتنا السلطان ان ندوس الحيات والعقارب وكل خوخه العدو. اظهر عجائبك يا رب، تمجد يا الهي. بسم الاب والابن والروح القدس، الهي الواحد امين. اتفضل يا سيد، اتفضل اقعد. ارجوك ارجوك طمني. اطمن، السيد يونس بخير، هو والسيد يونس والسيد تدرس. اشكرك يا رب، اشكرك. وهو بعتني عشان اطمن عليك وعلى والدتك. احنا كلنا بخير، نشكر ربنا وبنصلي كل يوم عشان يرجعوا لنا بالسلامه. المهم هم كويسين صدقني. المهم ان السيد يوليوس بيطلب منك انك تجيله حالا على مدينه طوى وتجيب له معاك 4000 دينار لانفاقها على ما امر به رب المجد، وبيوصيك انك ما تنساش تعمل اللي كان بيعمله من كتابة سير الشهداء لتكفينهم او حتى ارسالهم لبلادهم، وده عشان يفضل رب المجد راضي عنك وما يسيبكش ابدا. حاضر حاضر. المهم يا سيد اخرستس انك تنفذ اللي طلبه منك السيد يوليوس حالا، لان مفيش وقت ولازم تكون في مدينة طوى في اسرع وقت. هسيبك انا بقى دلوقتي ومش هوصيك، وسلام رب المجد يكون معاك. ومعاك يا اخوي. اتفضل اتفضل. سلام. يا انت يوليوس الاقفاصي. ليه خبيت علينا؟ لانكم لو كنتوا عرفتوا انا مين كنتوا عملتوني بلين وضيعوا علي اجر السماوي. في الحقيقه يا سيد يوليوس انا مش عارف اقول ايه، انا خجلان من نفسي. ارجوك انك تصفح عن كل اللي انا عملته معاك. اطلب الصفح من رب المجد يا سيد سوفانيوس. وانا كمان يا سيد يوليوس،
أرجوك أرجوك أنت ما تكملش. إذا كان رب المجد بنفسه سامحكم وخدكم في حضنه، أنا مش هسامحكم. المهم اللي لازم تعرفوه إن كل اللي عملتوه معايا من عذاب وأهوال زي المصابيح اللي بتنور طريق وصولنا للفردوس. المهم لازم نتحرك على مدينة طوى دلوقتي. طوى؟ أيوة، ملاك الرب قال لي إن الرب أمر بكده. هناك حنون الأكاليل الشهادة ونقابل رب المجد. يلا ما نضيعش وقت، يلا بسرعة. أنا حديكم آخر إنذار، إما السجود للآلهة وترجعوا معززين مكرمين كل واحد لبلده ولمركزه، وإما السيف حيطيح في رقبيكم. ها قلتوا إيه؟ وفر على نفسك التعب يا سيادة الوالي، كلنا مش هنسجد غير لرب المجد الإله الحقيقي ملك الملوك ورب الأرباب. تكلم عن نفسك يا حبيبي، مستغنى عن روحك انت حر، لكن ما تورطهمش معاك. كلنا بنحب رب المجد الاله الحقيقي ملك الملوك ورب الأرباب. كلنا مش هنسجد رب المجد الاله الحقيقي ملك الملوك ورب الأرباب. كلنا بنحب رب المجد الاله الحقيقي ملك الملوك ورب الأرباب. يبقى انتوا اللي اخترتوا السيف. نفذ. اشكرك يا الهي لانك اعطيتني الصبر وسمحت لي نفوس بيكيلك السماوي. صبرك كان ليله طويل محتاج لشمس نهار. صبرك كان ليله طويل محتاج شمس نهار. نلت أجمل أكاليل من يسوع البار. من قطر الحب and
حال ايام وليالي طوال بيكون تعب خدمتهم تعب حبهم ايام من كتر الحب عظيم